تحياتهم بودوا أن أشكر المملكة المغربية على استضافتها هذا الاجتماع الذي يسمى في إطار دعم العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة للحل الأزمة الليبية. تمضي البعثة الأممية والمبعوثة بالوكالة ستيفاني ويليامز في مشروع الحوار كما صممته هي، رغم كل الانتقادات ورسائل وبيانات الاعتراض التي تأتي من مختلف الأطراف الليبية باستثناء جماعة الإخوان المسلمين التي تمكنت من الدخول إلى فريق الحوار برؤوس حربة من قياداتها والمتحالفين معهم، رغم عدم وجود أي قاعدة شعبية حقيقية لهم تمنحهم كل هذا القدر من المشاركة في تقرير مصير الليبيين. وتلخصت معظم مبررات المعترضين على سؤال ترفض البعثة الإجابة عنه، وهو من اختار جل هؤلاء 75 المشاركين في الحوار لتقرير مصير الليبيين في المرحلة القادمة وعلى أي معيار، وما هو قدر تأثيرهم في المجتمع، خاصة أن منهم مجهولون بمعنى الكلمة، لا تأثير لهم ولا حتى أي مشاركات سياسية أو أدبية أو اجتماعية معروفة في الحياة العامة. يخشى الكثيرون من تكرار سيناريو الصخيرات عندما ظهر حينها اسم فائز السراج رئيسا للمجلس الرئاسي، دون أن يعلم أي أحد حتى اليوم من رشح السراج لهذا المنصب، في وقت كان الحق لمجلس النواب وفقا للصخيرات نفسه في تسمية الرئيس، وقد اختار المجلس 14 اسما بالتصويت وأرسلها للبعثة للاختيار من بينها قبل أن تختار اسما من خارجها لا يعرف من رشحه وهو السراج. ويبدو أن حوار تونس الذي تعتزم البعثة عقده لن يسير بهدوء كما هو مخطط له، ويرى البعض أن ستيفاني استجلبت هؤلاء ليكونوا مجرد كومبارس أو على الأقل شهودا يباركون ما كانت قد قررته سابقا من أسماء وقواعد حاكمة للحكومة الجديدة، وما إلى ذلك من تفاصيل تكمن بها الشياطين كما كان يقال قديما. وبين هذا وذاك تعالت الأصوات المطالبة بالتوجه للانتخابات في شهر مارس المقبل وفق الموعد الذي حدده السراج، خاصة وأنه قد تراجع عن استقالته تجنبا لحدوث فراغ في حال لم يتوصل المتحاورون في تونس إلى اتفاق بحسب قوله، فيما يتمسك الإخوان المسلمون بالانتخابات البرلمانية فقط دون الرئاسية كآخر حل وخيار يناسبهم، بهدف البقاء أطول فترة ممكنة في مجالسهم ومواقعهم ومناصبهم بالمؤسسات التي تغلغلوا فيها وبحجج عديدة يبررون بها رفضهم، منها زعمهم عدم وجود القاعدة الدستورية التي يترجمونها على شكل مطلب الاستفتاء على الدستور، وهي عملية تتطلب على الأقل عاما ونصف العام لإنجازها، علاوة على ما يشوبها من مخاطر الإلغاء لاحقا بسبب وجود طعون قانونية ضد المسودة بل وصدور أحكام تقضي بعدم نفاذها. مما يصر الإخوان على رفضه أيضا مقررات لجنة فبراير التي شكلها المؤتمر الوطني سنة 2014، وباتت مقرراتها دستورية بموافقة وتصويت المؤتمر عندما كان شرعيا، وقد حددت هذه المقررات نظام الحكم كجمهورية، بل ووضعت شكل البرلمان وصلاحيات رئيس الدولة ومدة ولايته فيما يشبه دستورا متكاملا فائق الدقة. لم تفصل مقررات فبراير في كيفية انتخاب رئيس الدولة بسبب رفض الإخوان المسلمين في المؤتمر وقتها لفكرة أن ينتخب الرئيس من الشعب مباشرة، وتركت اللجنة هذه المهمة بموافقة المؤتمر للبرلمان التالي لكي يفصل فيها، وقد فصل فيها البرلمان فعلا بعد انتخابه عبر إصداره القرار 5 لسنة 2014، وأقر أن يكون الرئيس منتخبا من الشعب، وقد شارك في التصويت وقتها بالموافقة فائز السراج عندما كان نائبا برلمانيا عن دائرة حي الأندلس في طرابلس. وبالنظر إلى الأوضاع الأمنية بشكل عام في الشرق والغرب والجنوب،
تعد اليوم أفضل مما هي عليه بكثير من ظروف انتخابات 2012 وانتخابات 2014 عندما كان الناس يدلون بأصواتهم، بينما كانت الاشتباكات على أشدها بين الجيش والمجاميع الإرهابية في بنغازي، ما يعني أن الظرف الأمني اليوم ملائم، خاصة مع وجود اتفاق لوقف إطلاق النار الموقع في جنيف. وبالتالي هناك اليوم طريقان لحل أزمة الشرعية في ليبيا: الأول الحاسم، وهو شرعية الشعب عبر التوجه للانتخابات بأسرع وقت ممكن، مارس القادم مثلا على أساس التعديل الدستوري الذي تم بمقررات لجنة فبراير سنة 2014 وقرار مجلس النواب رقم 5 من نفس العام بشأن انتخاب رئيس مباشر من الشعب. وبالتالي فإن القاعدة الدستورية موجودة والطريق واضحة. أما الطريق الثاني فهو الذي تسير فيه البعثة من خلال لجنة الحوار مجهولة الاختيار التي ستكون هي سيدة الجميع ويناط بها، اعتماد الحكومة بدل النواب، ولادة مجلس رئاسي جديد وحكومة منفصلة عنه، وبقاء مجلسي النواب والدولة بولاية قالت إنها لن تتجاوز 18 شهرا قبل التوجه للانتخابات، وشعارها وداعموها هو الديمقراطية التوافقية ومدنية الدولة، رغم أن مصطلح التوافق هو أبعد ما يكون عن مصطلح الديمقراطية التي تتجسد فقط بصندوق الانتخابات. إلا أنه وحتى الآن لا يوجد أي ضمان أن تقتصر ولاية الجسم الجديد على هذه المدة، إذ إن ولاية السخيرات التي ضمنها المبعوث السابق ليون كانت عاما واحدا تمدد لعام آخر فقط، ورحل ليون وضماناته، وها قد دخل السخيرات وأجسامه وكوارثه عامه الخامس، وتبقى التجارب ماثلة بين مصطلح الأزمة الذي كرسته البعثة الأممية وحقيقة كونه مجرد تأزيم يبقي ليبيا في نفس دائرة الاستنزاف والتبعية للأمم المتحدة ومن يديرها دون قرار سيادي وطني يمتلكه رئيس دولة وبرلمان منتخب.